التاسعة صباحا سبع بتوقيت جرينتش موجز اخباري ياتي حضراتكم من القاهرة اهلا بكم. اجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الكيني ويليام روتو وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بان الرئيس السيسي ونظيره الكيني اكد وجود افاق واسعة لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع اطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا فضلا عن التوافق بشان تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين لتعزيز اطر العمل الافريقي المشترك وقد تناول الاتصال كذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا الافريقيه ذات الاهتمام المشترك خاصه ما يتعلق بجهود صون السلم والامن وتعزيز الاستقرار في القاره الافريقيه أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا خلال بحث خلاله العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتحديات التي تفرضها الصين وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيسين ناقش كذلك سبل التعاون بين البلدين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وكيفية الانتقال إلى الطاقة النظيفة يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا اليوم الأربعاء في ستوكهولم لمناقشة تبني خطة مشتركة لشراء أسلحة وذخيرة لدعم أوكرانيا وسيناقش وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي خطة لتسريع توريد ذخيرة عيار 155 ملم إلى أوكرانيا من جانبه قال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور إن هناك قضايا رئيسية ما زالت محل جدل مثل طريقة الدفع مقابل المشتريات المشتركة قالت رئيس المفوضية الأوروبية أرسلا فوندر لاين إن الاتحاد الأوروبي جمع 12 مليار يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا وأضافت لاين خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تدريب 30 ألفا من القوات الأوكرانية بنهاية العام الجاري من جانبه قالت ترودو إن بلاده عازمة على مواصلة دعم أوكرانيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بابعاد المهاجرين الذين يصلون الى المملكه المتحده بشكل غير قانوني في غضون اسابيع مؤكدا انهم سيواجهون حظرا مدى الحياه على العوده وخلال تصريحات له في مقر رئاسه الوزراء بداونينغ ستريت قال سوناك انه مستعد للقتال ضد المحامين اليساريين الساعين للدفاع عن اللاجئين بشان خططه للتعامل مع الهجره غير عبر القوارب الصغيرة كما وضع رئيس الوزراء قوانين جديدة للحد من عبور القناة والتي قال إنها تضاعفت أربع مرات في العامين الماضيين وقال سناك إن حكومته ستنتصر على أي طعون قانوني على مشروع قانون الهجرة غير الشرعية قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن علاقات بلاده مع الصين لم تشهد أي تغيير بما في ذلك الموقف مع تايوان، وكان وزير الخارجية الصيني تشين جانغ حذر في وقت سابق من حدوث مواجهة ونزاع مع الولايات المتحدة إذا لم تتغير نهجها تجاه بكين، خصوصا في تايوان التي اعتبرها الخط الأحمر الأول للصين. مشاهدينا ختام الموجز لمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال الكيو ار كود الظاهر على الشاشه شكرا على طيب المتابعه والان نعود مجددا لهذا الصباح لاستكمال فقرات وملفات هذا الصباح مع الزميله امل صالح تفضلي يا امل